يرجى اخواني اخواتي دعم الفيديو بلايك حتى ينتشر الى اكثر عدد من الناس. اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد، ننقل بهذا الفيديو كلمه للاخت ريم لوريمي في المؤتمر العلمي الدولي السابع لزياره الاربعين. هذا الفيديو حقيقه مهم، لأن تقريبا الأخت تكلمت بموضوع تشويش شعر الإمام الحسين عليه السلام. هذا الموضوع احنا أشرنا له بفيديوهات سابقة، تقريبا آخر 3 فيديوهات احنا تكلمنا على موضوع تشويه الشعار وكيف يتم يعني دس مجموعة من المختصين بهذا الموضوع. فاليوم مسيرة الإمام الحسين عليه السلام تقريبا 22 إلى 23 مليون زائر، فبالتأكيد يتم زرع مجموعة من الشبكات بخصوص هذا الحدث العالمي الكبير، فيتم تشويه الشعار. والآن عندنا نموذج مهم جدا، وهو مجموعة من القنوات المعادية للشيعة، وأخص بالذكر القناة المشؤومة المشهورة قناة أورنت بالعربي. هذه القناة مختصة بنقل ظاهرة سلبية واحدة من ملايين الظواهر الإيجابية، تترك هذه الظواهر الإيجابية وتقوم بتسليط الضوء على ظاهرة سلبية واحدة. لنستمع كيف أجاب الشيخ، وأيضا محور آخر من المحاور وهو بخصوص الإمام الحسين عليه السلام، وكيف تم محاولة لطمس هذه الثورة العظيمة من المعادين للإمام الحسين عليه السلام ومن بني أمية. لنستمع ونعقل، فخليكم معي. طيب شيخ العلي، أضيف شيء، سؤال آخر على بعد ما قلت صحيح، يعني اليوم الأمن أكثر وأصبح أسهل بالنسبة لزوار الأربعين التواجد هنا، لكن هناك صورة الحقيقة أريد أن أطرحها لعلي رأيتها وعرضت علي أيضا حتى من بعض الإخوة الذين جاءوا من أوروبا. اليوم الإعلام عموما الذي يشوه إلى حقيقة وصورة الإمام الحسين سلام الله عليه، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي تتداول الكثير من الشعائر التي تقام إما في المواكب عن الإمام الحسين سلام الله عليه، وللأسف الشديد هذه الشعائر تضع مثل الحاجز النفسي أمام الكثير للمجيء أو للقدوم أو للإقبال على الإمام الحسين، حتى يعني في قراءة فكرية وليس فقط بحضور جسدي في المكان. ما رأيك في هذا الموضوع؟ نعم، في الحقيقة إذا رأينا بأن كما علمنا في هذه السنة تجاوز العدد 22 مليون، إذا رأينا الكم من ناحية كم هو العدد الذي قد يعني يمارس الطقوس بطريقة، طبعا لابد أن نشير في البداية أن المسألة هذه شخصية، من يقوم بهذا المسألة شخصية، ليست واردة عن أئمتنا لا في أحاديث ولا في روايات، أتكلم عن ما يشوه الصورة طبعا بطبيعة الحال. هذا أفراد يقومون بهذا الأمر بشكل شخصي بشكل فردي، وبالتالي هؤلاء يعمل على أنه يعني تهذب وتشذب هذه المظاهر بحيث أنه يعني يخفف منها من ناحية الكم والنوع أيضا. ولكن في الحقيقة يعني كيف نضبط هذه الملايين كلها؟ هذا أمر يصعب بعض الشيء، خاصة أنه يعني يساهم في الطمس، يستعمل في طمس الحقيقة. صحيح، هذا يعني يستخدم يعني فرصة تعتبر لهؤلاء من أجل أن يعني يبرزوا بأن مسألة الحسين أو التشيع أو الدين الإسلامي هو بعيد عن العقل، بعيد عن المنطق، وهو غوغائي وفيه يعني هذه المظاهر المشوهة. لكن أقول بأن تبقى هذه المظاهر مظاهر فردية، حتى لو قام مثلا على مستوى موكب، لكن إذا كان عندي مثلا 1000 موكب وقام موكب أو موكبين أو 3 بهذا الأمر، هذا لا يعد شيئا. نعم، يعمل على تصحيح هذا الأمر من خلال يعني تثقيف الناس وتوعيتهم، إلا أنه لا يعكس صورة، لا يرتقي إلى مستوى الظاهرة. نعم هناك، وهذا ليس بدعا من يعني في كل الأديان، هذا موجود في كل خصوصا إذا كان العدد هائلا بهذا الشكل وإلى هذا الحد.
لابد أن تتفلت حالة هنا وحالة هناك، يعمل إن شاء الله على ضبطها قدر الإمكان، ومع الزمن ربما في تثقيف الناس وحتى لا يجد مثل هؤلاء فرصة لهم. ونقول بأن من يريد يعني أن يشوه هكذا صورة هذه الصورة الناصعة لهذه الحركة العظيمة للحسين وكربلاء وعاشوراء، هؤلاء يتربصون بنا الدوائر. ربما يكون البعض منهم، أنهي بهذا أطلت أعرف، ولكن أقول ربما يكون البعض منهم مدسوس، يعني هو أصلا دخل في هذا العالم في هذه الحركة من أجل أن يظهر هذه الصورة المشوهة. نعم بارك الله فيك، أحسنت. خاصة أنه يعني تم الحديث عن هذا المواضيع مع الإخوة الذين جاءوا من دول أخرى. آل بيت رسول الله وما قدم الإمام الحسين سلام الله عليه إلى هذه الأمم والإنسانية جمعاء، رغم كل الطمس ورغم كل ما أرادوا أن يخفوا من حقيقة ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، إلا أن هذه الثورة دائمة ومستمرة. السؤال هنا، ما هو سر استمرارية هذه الثورة رغم كل الطمس؟ ولعل قبل هذا السؤال أتوجه إليك شيخنا الكريم، لو تعطينا هكذا لمحة عن كيف كانت عملية الطمس في طريق هذا المسار التاريخي للإمام الحسين، وما سر بقاء هذه الثورة؟ بطبيعة الحال وأريد طمس الفكرة قبل أن يحاول يزيد ونهج اليزيدي طمس أو التخلص من جسد الحسين، ربما أرادوا أن يتخلصوا من الفكرة أولا، وذلك عن طريق محاولة إرغام الإمام الحسين عليه السلام على البيعة ليزيد، لكنه عندما رفض ذلك ورفض الخضوع فأرادوا أن يطوعوا الحسين ومن يمكن أن يأتي من بعد الحسين بطريق آخر أو طريق الترهيب. طبعا عندنا أسلوبين، أسلوب الترغيب والترهيب. البعض قد يعني يرغب الإنسان في بعض الأمور، يعرض عليه المال، يعرض عليه الجاه، يعرض عليه أشياء كثيرة. وهذا كان يعني قبل الحسين حاولت قريش أن تجرب هذه الطريقة مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا له أنت ماذا تريد؟ تخلى عن هذه الدعوة، دعنا نعبد آلهتنا يعني التي هي ربما أقل قيمة من آلهة الإغريق اللي تحدث عنها طبعاً الدكتور، وإن كانت تلك آلهة ربما خيالية لكنهم كما كانوا يقولون نصنع آلهتنا من التمر فإذا جعنا أكلناها ثم نصنع غيرها وهكذا. فلما عرض ذلك على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم جاء ذلك الجواب العظيم منه لعمه أبي طالب كرسول فقط، ونحن نعلم أن أبي طالب عليه السلام كان من الذين أخفوا إسلامهم. قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ومن هنا خط النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هذا النهج الذي لا يقبل بأن يخضع الإنسان للتهديد. ولذلك ورد حتى على لسان زين العابدين عندما هدده أيضا ابن زياد في الكوفة وأنه أراد أن يقتل، قال أبي القتل تهددني يا ابن زياد، أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. هذا خط واحد، وهذا يبين كيف أن هذه المسيرة تتابعت، وكيف أن الخط المضاد أيضا والخط العكسي أيضا كان يتابع هذه المسيرة من خلال محاولة القضاء على الفكر تماما. كانوا يظنون بأنهم من خلال قضائهم على أجساد هؤلاء العظام أنهم يقضون على أفكارهم، أبدا. وصدق الشاعر حيث قال ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم لكنما قتل الحسين يزيد. هذا الواقع الآن بعد كل هذه القرون نرى بأن الباقي هو الحسين ونهج الحسين ونهج رسول الله، والذي مات واندثر واختفى هو يزيد. أين يزيد؟ من يتحدث عن يزيد الآن إلا بشكل سلبي؟ ومن يتحدث عن الحسين الآن إلا بشكل يرتقي معه، ترتقي معه نفس المتحدث عن الحسين عليه السلام، ويرتقي معه فكر المتحدث عن الحسين وقلب المتحدث عن الحسين. فكل هذه المسيرة سبب بقائها أنها مبنية على أساس متين وهو أساس الحق. والقرآن الكريم يقول وأكثرهم للحق كارهون، إلا أن الحق لا بد
أن ينتصر في نهاية المطاف، لابد للحق أن ينتصر ولابد للحق أن يبقى. وأيضا من الأسباب التي لم تحقق ما كانوا يعني يرمون إليه من طمس هذه المسيرة في فكرها وفي حركتها، أيضا لا ينبغي أن ننسى الدور الكبير الذي يعني أنيط بزينب عليه السلام بعد كربلاء، لأن القضية لم تنتهي بمقتل الحسين عليه السلام، بل بدأت القضية بمسار آخر بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام واستشهاده، وهي قضية تصحيح المفاهيم. مثلا عندما نرى أن زينب عليه السلام تقف في الكوفة ويقال لها مثلا كيف رأيت صنع الله بأخيك، فتقول والله ما رأيت إلا جميلة. مثلا لما يقال مثلا يعني نشأ من خلال ذلك مذهب فكري أو لا فكري بالأصح، ومذهب الجبرية، يعني من عمر بن سعد يقول يا خيل الله اركبي وردي صدر الحسين، يعني نسب هذه الخيل لله، يريد أن يركز في أذهان الناس بأن هذه الحركة التي يقومون بها وهي تنتهي بقتل الحسين هذه الإرادة إرادة إلهية. كيف وجدت صنع الله بأخيك، يعني الله هو الذي قتل وليس شمرا، قتل الله الحسين بيد الشمر، هكذا أرادوا أن يصوروا. الحمد لله الذي أراح العبادة والبلاد منكم أو من طاغيتكم، يعني الله الذي فعل هذا. فقامت بتصحيح المباني والفكرية والعقدية بشكل قلبت الموازين، وهكذا زين العابدين عليه السلام إلى أن وصلوا إلى الشام وطلب يزيد أن يتكلم، طلب الإمام زين العابدين من يزيد أن يتكلم وسط الجموع، عندما طلب يزيد من أحد الخطباء أن يخطب ويشتم عليا والحسين عليهما السلام، فطلب علي زين العابدين أن يتكلم ورفض هذا يزيد لأنه يعرف ماذا سيحل به. وعندما قيل له دعه يتكلم ما قدر ما يحسن هذا الغلام، قال إذا صعد المنبر لم ينزل إلا بفضيحة بفضيحة آل أبي سفيان. ثم عندما صعد المنبر وتكلم انقلب الناس على يزيد، انقلبت الأفكار، انقلبت الموازين. هذا النهج الفكري المتين المؤصل بشكل متين وصلب جدا لا يمكن أن يستأصله شيء، لا قوة مادية ولا غير ذلك، ولا استئصال الأجساد يؤدي إلى هذه النتيجة. هذه المباني المتينة من ناحية فكرية وعقلية وعقائدية وروحية وعاطفية هي التي تجعل هذه المسيرة تستمر. ولذلك مسيرة الأربعين التي نراها اليوم بهذا الزخم، يعني منعت هذه الزيارة، يعني عندما شاهدنا الزيارة الأولى بعد سقوط النظام السابق الإنسان عقله لا يكاد يصدق هذا الشيء، زيارة منعت طوال عقود وفي السنة الأولى التي يسمح بهذه الزيارة ترى الملايين، رغم أن الوضع في ذلك الوقت كان في وجود داعش وتهديدات وتفجيرات، لم يكن الوضع سليما يعني بهذا الشكل الذي نراه اليوم. فالتأصيل الفكري والعقدي والعقلي السليم زائد الحركة الدؤوبة من زينب وزين العابدين بعد ذلك وباقي الأئمة عليهم السلام هو الذي جعل هذه المسيرة تستمر وسوف تستمر، لأن هناك حملة لهذا الفكر ولهذا النهج. حياكم الله من جديد. تعقيبي أولا على كلام الشيخ والالتفاتة الرائعة بربط الموضوع الذي يخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مع الإمام الحسين عليه السلام، حيث بيّن إن, 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 إن مبدأ الإمام الحسين عليه السلام هو كمبدأ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عندما أعلن ثورته وأعلن يعني نبوته بخصوص محاربة الظلم، محاربة الشرك، محاربة التخلف الموجود في شبه الجزيرة العربية. نعم، تم محاولة بترغيب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالكف عن آلهة قريش، تم تقديم يعني المواد المالية، تم تقديم الأمور التسهيلية، تم تسهيل وتم جعل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وتم التقديم له أمور جدا كثيرة لكي يتنازل عن مبدأه، ولكن التنازل للرسول لا. وهذا هو الذي استشهد به الشيخ بخصوص الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين هو امتداد للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. نرجع إلى موضوع تشويه الشعار، نقول كما قال هذا الشيخ الفاضل، نقول ونكرر 22 مليون زار بالتأكيد، إذا خرجنا ب100 شخص ب1000 شخص
ب10,000 شخص نقول ب100,000 شخص، وهذا عدد يعني مبالغ به، ولكن إذا كان 100,000 شخص يقدم أو يقوم بشعار مشوهة لقضية الإمام الحسين عليه السلام، بالتأكيد هذا عدد لا يمكن أن يحسب على الملايين التي تأتي لزيارة الإمام الحسين. أيضا من جملة الأمور في الحقيقة أن هذا السلوك أو هذا الفعل قد يكون هو من مجموعة مختصة بتشويه شعار الإمام الحسين عليه السلام، لتبعث هذه المقاطع إلى قنوات معادية للشيعة، وأعيد وأكرر القناة المشهورة المشبوهة المشؤومة قناة أورنت بالعربي التي تسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة بها سلبية لقضية الإمام الحسين عليه السلام والشيعة بصورة عامة. إذن نقلنا بهذا الفيديو كلمة الأخت ريم الوريمي، وكرر في المؤتمر العلمي الدولي السابع لزيارة 40، وإن شاء الله انتظروني بعد عدة ساعات أنقل كلمتها بخصوص الإمام الحسين عليه السلام، وكيف وصفت هذه الأخت السنية الإمام الحسين عليه السلام. إذن هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم، انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.